ولمناقشة استمرار التعذيب في السجون الحكومية ومقتل العشرات تحت التعذيب فيها، معنا من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. مرحبا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. لعلك تابعت وقرأت شهادة الأستاذ الجامعي في جامعة البصرة الدكتور أحمد يحيى عندما تحدث عن أساليب التعذيب الموجودة في السجون، وقال بأنها أساليب يعني عنيفة جدا وصعبة جدا، وحتى أنه استمع إلى صراخ النساء في السجون بينما كان في ذلك المعتقل. عن هذه الجرائم في مديرية جرائم البصرة تحديدا، ماذا يمكن أن نقول؟ لماذا أصبح التعذيب بهذه الطريقة ثقافة منتشرة؟ التعذيب وانتشاره بهذه الطريقة سبب يعني أولا توحش هذه الأجهزة الأمنية ونقص في انتمائهم للعراق. هؤلاء تلك الأجهزة الأمنية اللي مكونة من ميليشيات وأحزاب وغيرها لا يشعرون بانتماء للعراق، ويعادون الشعب العراقي والعراقيين من كل المكونات. ويخطأ من يعتقد بأن هؤلاء يمثلون مكون من مكونات الشعب العراقي. نعم. الأمر الآخر والأهم هو أنهم مطمئنين، يعني من أمن العقاب أساء الأدب، لأنهم يعني أصبحت ظاهرة الإفلات من العقاب يعني ظاهرة متفشية ومترسخة في العراق. ولذلك رغم الحملات اللي قمنا بها عن هذا الأمر والتي يعني فضحت الوضع في العراق، الإفلات من العقاب هو من أهم الأسباب التي تؤدي لارتكاب هذه الجرائم. نعم. التي يعني أصبحت يندى لها جبين الإنسانية. ماذا عن الحكومة؟ لماذا الحكومة تغض الطرف عن هذه الانتهاكات؟ هناك شهادات حية، هناك أشخاص يستطيعون تقديم هذه الشهادات، وبالتالي يلاحق من يقوم بهذه الانتهاكات والتعذيب في السجون. كل من يرتكب جريمة تعذيب أو انتهاك أو قتل أو تغييب قسري أو إعدام خارج نطاق القانون منتمي للحكومة، سواء ميليشيات أو حشد شعبي أو أجهزة أمنية. ولذلك الحكومة متورطة في كل هذه الجرائم. ولا ومن وهذه الحكومة يعني بالتحديد حكومة الكاظمي لم يتحدث رئيسها يعني في يوم واحد بجملة واحدة عن حقيقة ما يجري في السجون العراقية، رغم إجماع المنظمات الدولية في كل العالم على أن ما يجري في السجون العراقية من كارثة. هذه الكارثة التي تتفضل الحديث عنها، لا يعجب هذا الكلام، لا يعجب وزارة العدل. وزارة العدل تنفي أن يكون هناك تعذيبا في السجون، يعني طبعا الوزارة العراقية لا شك. وما تسمى بوزارة العدل العراقية يعني هذه جهاز، يعني حسب معلوماتنا أنه هو جهاز يعني مقسم حسب الغرف والطوابق مقسم للأحزاب وغيرها. يتم في وزارة العدل بيع السجون، لأنه السجون الحقيقة الآن والمعتقلين هم مصدر من أهم مصادر تمويل الميليشيات، اتخذوا من خلال عمليات الابتزاز ويعني إجبار ذوي المعتقلين حتى على بيع ممتلكاتهم والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم. فما تقوم به وزارة العدل هو عملية يعني بيع هذه السجون ما تابعة لما تسمى بوزارة العدل، تقوم ببيعها وتوزيعها على الميليشيات والمناقصات الغذائية وغيرها والابتزاز. هذا هي مهمة ما تسمى. نعم. يعني من العار أن تسمى هذه وزارة عدل. تمام. أستاذ علي، في المقابل نقابة المحامين العراقيين أطلقت دعوة لتدويل قضية المعتقلين في السجون الحكومية، ما رأيك في هذه الدعوة؟ هل تعتقد بأنها يمكن أن تجد أذانا صاغية أو تنصف المعتقلين الذين فقدوا الأمل، وذووهم طبعا فقدوا الأمل بإنصاف من قبل الحكومة العراقية؟ لا نتوقع أي إنصاف من الحكومة العراقية، وحسنا فعلت، يعني هذه خطوة على الطريق الصحيح قامت بها نقابة المحامين العراقيين حين طالبت بالتدويل، لأنه عملية التدويل هو الحل الوحيد يعني لهذه الكارثة. يعني في إحصائية بسيطة نستطيع أن نقول أن هناك أكثر من 130 معتقلا توفوا بالاعتقال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي خلال 6 أشهر
الأولى من عام 2021. لدينا أكثر من 49 إلى 50 ألف معتقل محكومين بالإعدام. والمنظمات الدولية وهيئة ما تسمى بحقوق الإنسان ونقابة المحامين كلها تعلم أن كل الاعترافات لكل معتقل عراقي يتم انتزاعها تحت التعذيب. طيب هؤلاء 49 أو 50 من 49 إلى 50 ألف معتقل محكومين بالإعدام، من يضمن يعني من يضمن سلامة التحقيق؟ الكل يعلم أن اعترافاتهم إذا نعم. هذا كل الأحكام بالإعدام في العراق مشكوك فيها. أنا أعتقد أن نقابة المحامين يعني خطوة من الجهة التي يمكن أن تلتقط هذه الدعوة أستاذ علي يعني دوليا؟ الأمم المتحدة هي المسؤولة، والأمم المتحدة الآن يعني قسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العراق يتعرض إلى ضغوط نتيجة التقارير والمعلومات التي تفتضح يوما بعد يوم. أنا أعتقد أن نقابة المحامين خطت خطوة أولى على الطريق الصحيح، وأتمنى أن تتمسك بموقفها. وعلينا أن نتذكر أن نقابة المحامين دفعت الكثير يعني من أعضائها قتلوا نتيجة مرافعتهم أو مراجعتهم، لأنه الأجهزة الأمنية والميليشيات والأحزاب تريد أن تجعل من المحامي رائش، يعني مو أكو راشي ومرتشي ورائش، نعم. تريد أن تجعل من المحامي رائش فقط وسيط لدفع الرشاوى بين نعم. القضاء لكن هناك محامين يعني رفضوا هذا الأمر وتعرضوا لعمليات قتل وتنكيل وغيرها. طيب هذه الدعوة بالتدويل يعني هل تقع على كاهل النقابة أم يمكن للأفراد والأشخاص أن يقوموا بتقديم شكاوى للجهات الدولية والأممية ومن ثم تبدأ العملية بالحراك الحقيقي؟ لا شك أن نقابة المحامين قد يكون إذا ثبتت على هذا الموقف قد يكون لها دور مهم في هذا الأمر، ومن خلال نقابة المحامين تستطيع يعني أن يتقدم الأفراد والأشخاص والمنظمات بما يمتلكون لهذا الأمر. والكرة الآن في ملعب قسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعني قسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عليه أن يتحرك ويقول كلمته، لأنه الوضع يعني لم يعد يحتمل، والكل الآن ينظر إلى هذا القسم بأنه شريك في الجرائم التي ترتكب في السجون العراقية. أشكرك جزيلا الأستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي والإيراني، كنت معنا عبر سكايب من برلين.